ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم جاكس جي في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون جوائز الفوت تشامبيونز قدامكم اهو، ويلا بينا نخش على الجوائز. شايفين جبت رانك في اي اللي هي 45 نقطه، رير بلاير سباك جامبو رير بلاير سباك و1000 نقطه، وحوالي بتاع 30000 ولا 25000 كوين. واحد بريمير ليج توتس، يا ترى هناخد مين؟ اوبا، كانسيلو، روبن دياز، ودي بروين. لا 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 ودينا خدنا كنسلو. نفتح اول باك اللي هي رير بلاير سباك، يلا بينا. ودينا بنفتحها ديفيد ألابا، سابيتزر، سابيتزر تمام، سابيتزر مع ايه كمان؟ سابيتزر دخية، سابيتزر قشطه. واخر باك الجامبو رير بلاير سباك، ترى يا رب توتس، يا رب توتس، توتس بلجيكي، دي بروين، دي بروين، دي بروين، دي بروين. تسوي تقلب وبس، يعني ادينا خلصنا دي بروين، يعني اضافة جديدة للفريق. طبعا هيكون في فيديو قريب هبيع دي بروين، وبعد ما بيعه هنظبط بقى الفريق ونوريكم بعد ما نظبط الفريق ده وكده. فده بروين يعني ده بليون، يعني حوالي مليون، ده اغلى لعيب تقريبا في حياتي في فيفا كلها، من فيفا 17 في الالتيميت تيم طبعا. يعني ايه ده؟ ايه فيفا؟ يعني انا حسدك يا فيفا. مش عايز اسال عليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو فيديو عجبك شارك على الفيديو وتشوف فيديو واصحابك كومنت فيه رايك، وتشترك عشان توصل لك كل جديد. يلا يا جماعه فركش.